أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من شككني في نسبة هذا الكتاب شرح السنة للإمام البربهاري، ويقول إنه لم يثبت نسبته إليه تاريخيا، فهل كلامه صحيح؟ هذا وش يدريه عن التاريخ، وش يدريه عن هذا؟ جاهل مركب، يعني ما يثق بالعلماء اللي أثبتوا هذا، ولا يثق بشيخ الإسلام بن تيمية نقل منه، نقل منها من هذه الرسالة في فتاواه، يعني نكذب الأئمة ونصدق هذا؟ وش يدريه هذا؟ وش يعرفه بالتاريخ وبحياة العلماء؟ هذا جاهل مركب، وربما يكون في نفسه شيء على هذه العقيدة ما يريد يشكك الناس فيها. القرآن إذا قالوا ما هو بكلام الله تعجبون؟ ما في من قال إن القرآن ما هو بكلام الله؟ يعني عاجز أحد يقول إن هذه الرسالة ما هي بكلام البربهاري؟ ما يعجز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.